أنا الطالبة لينا فتحي جمعة، خريجة كلية الإعلام من جامعة الأقصى. التحقت في جامعة الأقصى في 2017. طبعاً جامعة الأقصى قدمت إلي منحة كاملة بسبب حصولي على معدل 96% في الثانوية العامة. اخترت تخصص الإعلام في جامعة الأقصى بالذات لأنه جامعة الأقصى لديها أكاديميين مميزين وأيضاً خبرة واسعة في مجال الإعلام، حيث تم تأسيس كلية الإعلام من عام 1996 كأول كلية إعلام في فلسطين. طبعاً كان تخصص إعلام تربوي، وتم تطور القسم في 2001 و2002 إلى قسم الإعلام. وتفرد كلية الإعلام في جامعة الأقصى دون عن الجامعات الأخرى بوجود ثلاثة أقسام: قسم الإذاعة والتلفزيون، وقسم العلاقات العامة، وقسم أيضاً الصحافة. تسعى جامعة الأقصى دوماً إلى التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لإعداد طلبة كلية الإعلام وخريجيها للانخراط في سوق العمل. كلية الإعلام في جامعة الأقصى هناك تعاون مع بيت الصحافة لعقد ورشات عمل ودورات تدريبية لتطوير مهارات وقدرات خريجي وطلبة كلية الإعلام في الجامعة، لتطوير من قدرات طلبة الإعلام وتطوير مهاراتهم وتسهيل عليهم الانخراط في سوق العمل ما بعد التخرج. بنصح طلبة الثانوية العامة الالتحاق بكلية الإعلام بجامعة الأقصى والالتحاق بجامعة الأقصى بشكل عام، نظراً لأنها الجامعة الأقل رسوماً بين الجامعات الأخرى، وجود تنوع في التخصصات لديها، وأيضاً إضافة إلى الكادر الأكاديمي ذو كفاءة عالية. أهلاً وسهلاً بكم في جامعة الأقصى، جامعة الكل الفلسطيني.